وعلى الهواء مباشرة وبصوت وصورة من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني ينضم إلينا الأستاذ طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ طلعت برحب بحضرتك، واليوم جلستان الأولى بمشاركة سياسية ومشاركة حزبية، والأخرى ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. دعم وتشجيع حرية التعبير، تم إفراد المساحة له داخل أروقة الحوار الوطني اليوم لتتم مناقشته ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. ما أبرز ما جاء في هذه الجلسة؟ والنهاردة طبعا الجلسة اللي شغالة دلوقتي بدأت بالجلسة الأحزاب السياسية، وطبعا يمكن هيخصص لها جلستين. بدأنا في الجلسة الأولى منذ أكثر من ساعة، ويمكن ده بيعتبر من أهم الجلسات المحورية اللي احنا كلنا يعني معنيين بها، خاصة ان احنا طبعا الأحزاب السياسية يمكن منصوص عليها في الدستور المادة 5 ان النظام الحكمي في مصر يعني بيبقى من الأحزاب السياسية والسياسية. يمكن أيضا المادة 74 اللي قالت أن تكوين الأحزاب السياسية بيكون بالإخطار، ولا يقوم حزب على أساس طائفي أو ديني، ولا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي. كان من الأهمية بمكان أن احنا النهاردة بنناقش عندنا في قانون مباشرة الأحزاب السياسية، قانون الأحزاب السياسية، قانون صدر تحت رقم 40 من سنة 1977. بعد مرور أكثر من 46 عام على صدور هذا القانون، في متغيرات شهدتها الدولة المصرية، منها ثورتين يناير و 30/6/2013، وأيضا دستور جديد اللي هو 2014. فكان لابد من الأهمية بمكان نعمل عملية تقييم وتقويم للمسألة الحزبية. احنا طبعا عندنا عدد ليس بالقليل من الأحزاب السياسية، ولكن يمكن على أرض الواقع عدد كبير منها يمكن ملوش تأثير، المواطنين مش حاسين بيه. فكان لابد من الأهمية بمكان ان احنا نبحث القانون اللي هو 40 سنة 77، واللي هو بيضم 32 مادة في 3 فصول، بيتكلم عن الأحزاب السياسية، بيتكلم عن العقوبات، بيتكلم عن أحكام متنوعة. احنا النهاردة بنتحدث عن يعني آلية إنشاء الحزب. الحزب بينشأ ب 5000 مشارك من 15 محافظة، بواقع 300 مشارك من كل محافظة على الأقل. طب النهاردة احنا عدد الكلام ده كان سنة 77 كان عدد سكان مصر 40 مليون، النهاردة احنا بنتكلم في 105 مليون مواطن. أيضا الفاعلية الحزبية، بنتكلم عن موارد الأحزاب. الموارد الأحزاب كانت قاصرة في القانون على اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأشخاص الطبيعية. عدد كبير من الجامعات بتعاني من ضائقة مالية، ورغم أنها في حوكمة لشغل الأحزاب عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات اللي هو بيراجع مراجعة سنوية لكل موارد الأحزاب سواء تبرعات أو اشتراكات. أيضا بالنسبة للأنشطة، الأحزاب بتعمل في أنشطة سياسية اجتماعية اقتصادية، برضو احنا عايزين نفعل الأحزاب السياسية، سواء أن نفكر بعض الدول بدأت تدي دعم مادي لبعض الأحزاب السياسية أو الأحزاب، خاصة لو كان هناك أنشطة جادة. احنا نريد ان الاحزاب تعود الى وضعها الطبيعي اللي هي الانشطه السياسيه، خلق القوادر. استاذ طلعت، دعم لأن يكون الاحزاب ماديا، هل هو بند كان مطروح ضمن ميزانيه الدوله من قبل، ام انه مقترح جديد لانعاش الحياه الحزبيه في مصر؟ هو من المقترحات اللي موجوده، واكيد ممكن جدا تبقى واحده من ضمن التوصيات. ايضا من ضمن التوصيات ان احنا هنبقي، وده تقريبا في اجماع عليه، ان المسؤول لجنه شؤون الاحزاب وهي تتبع لمحكمه النقض، وهي يعني هيئه سلطه قضائيه، هي يستمر اشرافها على عمليه انشاء الاحزاب السياسيه، ودي ضمانه كبيره جدا احنا مقتنعين بيها. ولكن نريد ان نفعل دور لجنه شؤون الاحزاب، نوفر لها الامكانيات، نوسع قاعدتها. ايضا بالنسبه لموضوع ان احنا نبدا ندي للاحزاب بعض المزايا، يعني زي اللي بديها للجامعات والاسس الاهليه، وكل دول كيانات مجتمع مدني الهدف منه ان احنا ندعمها ونقويها. ايضا النهارده بنتحدث عن موضوع غايه في الاهميه، وموضوع الدمج. طبعا في احزاب كثيره يمكن بتنتمي الى مثلا تيار
يميني أو تيار يساري أو تيار وسط أو تيار يمين الوسط أو شمال الوسط. احنا بنقول ممكن جدا من ضمن الأفكار اللي مطروحة إن احنا نشجع عملية دمج تلك الكيانات الجماعية المؤسسات الحزبية تجتمع فيما بينها إذا كانت هي يعني تتبنى اتجاها واحدا سواء يميني أو يساري أو وسط. دي برضه هتقوي وضع الأحزاب السياسية. طبعا لن يكون هناك مستقبل للدولة في عدم وجود أحزاب سياسية. هل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر الآن كافية لتغطية الرقعة السكانية إنجاز التعبير أو التعداد السكاني الكبير الموجود في مصر؟ وإذا ما تم الدمج بين هذه القوى السياسية هل ستغطي أيضا التعداد السكاني؟ هو طبعا السؤال مهم جدا. هو طبعا هنا بنتكلم دايما عن الكيف وليس الكم. يعني ممكن قوي حزب او حزبين او ثلاثة او خمسة زي ما الدول الكبيرة مثل حزب العمال وحزب المحافظين في بريطانيا، دولت بيبقوا احزاب قوية جدا وتشمل المملكة البريطانية باكملها. ممكن هنا عندنا احزاب تبقى قوية وتبقى معاها مجموعة احزاب اللي هي يعني بتحمل نفس الفكر ونفس الهدف، فالعبر قد يكون ليس بالكم. الكم عندنا يمكن أكثر من 100 حزب سياسي، ولكن الحزبة في الفاعلية وفي التواجد في الشارع وأنه تساهم مساهمة يعني في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدولة. احنا طبعا بنؤمن بحزب الأغلبية وحزب المعارضة والأحزاب المعارضة، وهي ديت الديمقراطية. الديمقراطية عبارة عن حكومة وأحزاب سياسية. ما الذي كان يعوق الدمج بين الأحزاب السياسية في السابق؟ يعني حتى يتم نقاشه داخل أروقة الحوار الوطني، هل هناك بند من بنود الدستور يعوق التحالفات أو الدمج ما بين الأحزاب؟ بالعكس، الدستور بالعكس لا يعوق. بالعكس، احنا النهاردة في يعني في بعض المراحل في البرلمان في ائتلافات حزبية، والآن في البرلمان الحالي 2025 في ائتلاف حزبي بيضم عدد من الأحزاب السياسية داخل أروقة البرلمان، ولكنها دائما بتبقى بالرغبة أو يعني لا نستطيع أن نجبر أحزاب أن تندمج، ولكن إذا ما رأت الأحزاب أنها تندمج فيما بينها لتقوية وضعها لزيادة مساحتها الجغرافية لتحقيق أهدافها، فده يعني ده شيء يعني شيء جيد وشيء محترم. نعم. خلال الجلسة واحنا كلنا بنشجع ده، هل أعلنت بعض الأحزاب عن رغبتها في الانضمام تحت مظلة أو للتحالف أو الدمج تحت مظلة حزب بعينه؟ طبعا أنت عارف حضرتك احنا يعني جلسات الحوار الوطني احنا بنستمع لآراء الأحزاب وكل السياسيين والقوى الوطنية، وطبعا بننتهي في الآخر بعد الحصيلة دي كلها ان احنا كمجلس امناء بنقعد ونبدا النهارده نراجع ما تم عن لسان المشاركين ونخرج بالتوصيات لرفعها لفخامه رئيس الجمهوريه، اما بتشريع جديد يا اما تعديل تشريعي يا اما سياسات يا اما قرارات. طبعا الجلسه لا زالت مستمره وهناك جلسه اخرى يعني بعد الجلسه الاولى ما تنتهي، فطبعا احنا بنخرج بموضوع التوصيات. قد يكون من المبكر ان احنا نعلن عن ان هناك توصيه معينه، ولكن احنا بنستمع الى اراء، وانت حضرتك عارف ان احنا يعني نظامنا واللائحه بتاعتنا كمجلس امنا نحن لا نصوت على اي مقترح وبنقبل الراي والراي الاخر، وهي دي سمه الديمقراطيه اللي هي فعلا يعني فعلا يعني ميزه الحوار الوطني. ان احنا كل الاحزاب النهارده في الجلسه تقريبا ان لم يكن الغالبيه العظمى من الاحزاب موجوده ممثلين سواء رؤسائها او امنائها او بعض من قيادتها، والامر مفتوح بشكل ديمقراطي. وطبعا في من يؤيد وفي من يعارض وفي من يرى ان الاحزاب يعني الدوله لابد ان تدعمها، وفي من يرى ان احنا عايزين نزود صلاحيات الاحزاب، وفي من يرى في اعاده هيكله الاحزاب وحوكمتها. كل دي اراء احنا بنستمع ليها وبنجمعها كمجلس امنا بعد الحوار ما بينتهي، وبنقعد نحط نصيغ التوصيات من خلال لجان صغيره. يعني احنا بنعمل بعد اللجان اللقاءات الموسعه بنعمل اجتماعات مصغره في حدود 15 شخص من قيادات الاحزاب المختلفه، ونراجع ما تم يعني طرحه في الجلسات العامه، وننتهي الى شكل اللي هو يعني يعبر عن الاراء اللي طرحت بامانه ومصداقيه،
وطبعا انا بعتبر من اهم الموضوعات اللي ممكن تنطرى على الحوار الوطني من 112 قضيه في المحاور الثلاثه السياسي والاقتصادي والمجتمعي. هذا الموضوع قد تكون فرصه لم تحدث من قبل، وقد يكون من الصعوبه ان تحدث ان ملف الاحزاب السياسيه اتفتح بعد 46 سنه من قانون 40 سنه 77 ان يفتح هذا الملف. فدي فرصه ذهبيه ان تكون هناك حياه حزبيه قويه في مصر. وطبعا يعني رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من اكثر الداعمين للحوار الوطني، وهو الذي دعا ليه، وواحده من اهم يعني توجهاته وتوصيته ان الحوار الوطني يخرج بتوصيات قابله للتنفيذ سواء نعم. قوانين هل او تعديلات في الاطروحات أو سياسات. الاراء التي تم تداولها خلال الجلسه، يعني نحن ننقل للساده المشاهدين لقطات حيه من داخل الجلسه التي تستمر حتى الآن، ونحن نعلم أنه حضرتك استأذنت من الجلسة يعني تشرفنا بحضرتك تكون معنا على الهواء لإطلاعنا عما يدور بداخلها. الأطروحات والآراء التي تم تداولها داخل الجلسة، ولا تزال مجلس الأمناء يتلقى المزيد منها، هل هي بالفعل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع أم أنها ضرب من الخيال وصعبة التنفيذ؟ هو طبعا أنا بأكد لحضرتك المستوى اللي موجود على في جلسة اليوم كله مستوى قيادات محترمة، حتى المصلحة العامة، حتى مصلحة البلد يعني نصب عينها، كل القيادات اللي موجودة بتعبر تعبيرا صادقا، والجميع مجمع على ضرورة تقوية الأحزاب السياسية وزيادة فعاليتها. احنا دولة نتمتع بديمقراطية، دولة البرلمان ايضا في 13 يعني حزب سياسي موجودين في مجلس النواب المصري. فطبعا كل القيادات يعني بتتحدث بعقلانية وبعلم، وطبعا يعني جلسة افتتاحية فيها مقامات زي الدكتور علي الدين هلالي، الدكتور مصطفى السيد، الوزير ابراهيم الهنيدي، الاستاذ ياض رشوان، يعني ايهاب الطماني، محمود فوزي، خالد داوود، لا يعني قيادات واعضاء مجلس الامناء عدد كبير جدا منهم. لا ده في زخم سياسي قوي جدا، وانا بطمن حضرتك لا هذه جلسه من الجلسات المثمره، وكل اللي موجودين في القاعه فعلا يمثلوا تمثيلا حقيقيا لاطياف المجتمع السياسي الحزبي المصري. فلن يكون هناك ضربا من الخيال او تكون هناك افكار غير طابقه للتنفيذ، لا انا بطمن حضرتك لا هتبقى فيه تعديلات. ويمكن المستشار ابراهيم هنيدي تقدم بورقه مكتوبه بصفته كان عضو في لجنه شؤون الاحزاب، وكان وزيرا سابقا للعداله الانتقالية، وهو رئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب، تقدم باقتراحات محدده حول تقويه لجنه شؤون الاحزاب. فلا الموضوع ماشي بشكل جيد جدا، وبشكل انا يعني من المتفائلين سيصدر عن هذه الجلستين او تلك الجلستين توصيات غاية في الأهمية ستسري الحياة السياسية وستساعد، ونحن مقبلين على انتخابات رئاسية ثم بعد كده إن شاء الله يبقى في محليات ثم بعد كده مجلس نواب، لا هيبقى في التنافسية الحزبية، وده الهدف الأسمى إن احنا زي ما قلت لحضرتك يعني دولة بلا أحزاب قوية يبقى دولة ليس لها مستقبل. ولكن مصر احنا حريصة مع الجمهورية الجديدة، الجمهورية الجديدة أن يكون هناك أحزاب قوية وليست أحزاب أغلبية فقط، ولكن نريد احزاب اغلبيه واحزاب اقليات، والكل يعني يتنافس والكل يتحاور، والهدف الاخر هي يعني مصلحه الدوله ومصلحه مصر. الاستاذه طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شرفت باستقبال حضرتك على الهواء مباشره من مقر جلسات الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.